راكم تقريبا شيلتوها كلها من البيت؟ لا والله شيء الكسر كسر ولا انتزع شلنا شيء بس شيء بسيط يعني ما بيأدينا حتى انه لا نتغطى او يأدي الاولاد او يأدي يعني اغراضكم لحف اغطيه كله راح انه كله اجى فوق مطبخكم كله راح. طيب هون وضع الرستن شلون يعني اذا كنت تروحوا تجيبوا غرض من برات الرستن؟ ما بس طلع اي حدا برات الرستن دغري بيعتقلوا يعني ما بسترجع حدا يطلع بس حدا يروح يجيب اغراض او حتى خضره او اكل او شرب اللي عنده اولاد دغري عم يعتقلوا ما عم يخلوا حدا بحاله. طيب بالنسبه للاطفال الصغار اللي رضع خاصه موضوع الحليب ما سمعنا في معاناه كبيره بالنسبه لموضوع اطفالنا للحليب؟ ايه لا ما في حليب لإله يعني كثير من الاحيان منتشش للخبز وشاي من طعميهم يعني ما في لا حليب لا حفوضات ولا اي شيء. طب القصف هذا صار على اغلب بيوت الرسن شايف كل بيوت مدمره يعني ما في مكان الا حي شبه مهجور وساكنين هون مو بس هون الرسن كلها صارت هيك مو بس هون وين ما رحت يعني بالرسن اي شارع بتفوت عليه هيك من على النادره ما تلاقي في بيت انه غرفه ما انا مضروبه فيها.